فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الكلام صحيح؟ إن الله عز وجل قد يقدر الشيء بلا سبب لكي لا يعتمد الناس على الأسباب، مثل كرامة مريم حيث كان يأتيها رزقها بلا عمل، لكنها تعبد الله وأيضا اعتزلت واتخذت حجابا يسترها، هي اتخذت الأسباب التي من ثمرتها أن الله جعل لها هذه الكرامة، فهي ما حصلت عليها إلا بسبب. لا معنى شيء بدون سبب، ليس هناك شيء بدون سبب. نعم.